جيزه واكتوبر الطريق عمل بشكل جيد جدا، ما عندناش فيه اي مشكله. باقي قطاعات الطريق دائرة الحاله فيها اصبحت جيده، احجام حركه اقل من المتوسطه على كافه القطاعات الاخرى. بالنسبه لمداخل القاهره، ما زال طريق السويس الاسماعيليه او محور شبرا بنها الحر، وايضا طريق قصر الخير الزراعي والصحراوي حتى تقاطعتهم مع اسفل الدائري سواء القادم من المحافظات اتجاه القاهره والعكس يعملوا بشكل جيد جدا. ما عندناش باقي توقفات حتى نهايه حدود الاداره العامه للمرور. لكن محور 26 يوليو طبعا بنحاول نستشهد احجام حركه مرتفعه في فتره الظهور والصباحيه. القادمين من اكتوبر والمتجهين لميدان لبنان بننصح دايما مع تواجد احجام المرور المرتفعه اللي موجوده يستخدموا البدايل سواء محور رود الفرج او محور لوحات للدائري. لكن القادمين من ميدان لبنان والمتجهين الى مناطق اكتوبر وطريق مصر اسكندريه الصحراوي طمنهم من حاله دلوقتي جيده جدا والسيوله المروريه تامه، ما ننصحش بتغيير اي مسارات للمتجهين لاكتوبر. وان شاء الله بناكد على الحاله الجويه مستقره، اكد مع جميع قائدي المركبات الحذر اثناء التواجد على الطرق السريعه طبعا خاصه في اذا تواجدت الامطار او الشبوره، وان شاء الله تبقى رحلات مروريه امنه للجميع وبنتابع مع حضراتكم باذن الله. ان شاء الله.